ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنتكلم النهارده عن اسباب ضعف السمع عند الاطفال. اسباب ضعف السمع عند الاطفال ممكن من الاسباب دي الحصبه الالمانيه، تمام. تاني حاجه الوزن المنخفض عند الولاده، يعني الطفل يبقى وزنه صغير عند ايه؟ عند الولاده. تالت حاجه نقص الاكسجين اثناء الولاده، من اسباب كمان ضعف السمع نقص الاكسجين اثناء الولاده. تناول الام بعض الأدوية المعينة أثناء الحمل بتأثر على الجنين. تناول الأم أدوية معينة بتؤثر إيه؟ على الجنين أثناء الحمل. كمان الأنيميا الحادة لدى الأم أثناء الحمل، كل دي حاجات بتسبب ضعف السمع عند الإيه؟ عند الأطفال. كمان استخدام أدوية لعلاج الغدد أثناء الحمل، إن الأم تستخدم أدوية لعلاج الغدد أثناء الحمل، ده برضو بيسبب ضعف سمع للإيه؟ للأطفال، أو من الأسباب اللي ممكن تؤدي لضعف السمع. الصفرة الحادة أثناء الولادة، إن الطفل يكون عنده صفرة حادة أثناء الولادة، تمام. كمان إصابة الجنين أثناء الحمل، وخصوصا خبطات الأم، يعني في بطنها، إن الأم بتتخبط كتير في بطنها، فممكن الطفل يتصاب أثناء الحمل، تمام. ده ممكن يسبب ضعف السمع. كمان تعرض المولود لأصوات عالية جدا في أول 7 أيام من الولادة. تعرض المولود لأصوات عالية جدا في أول 7 أيام من الولادة، دي بعض الأسباب اللي ممكن تسبب ضعف السمع عند الأطفال، تمام. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.